بيبوه هلا واحد قال هون شوية الخوانة الخيانة بقى قال اللي خمت العهد الأجيال وما أنا تخشاها الأشباب أيوة الخير والتاريخ وخمت الخصال والمشروع وخمت المشروع أيوة وبعت الشعب وبعت العيال وبعت الدم وبعت الدموع افكرشك خيضرك وكال ما يسوي خوف الجوع اخترت الرجوع وذنك جيعانة ما هو فالكرشك يفت وذنيك الجوع والله اللحة اللحة والله اللها وقال لي اللي بعت في شعبك وشريت بعت الشعب في طن ما قزيت ما الله بعت الشعبك وشريت بعت الشعب في طن ما قزيت ما انك لاهي تشريه تريد ما الله بيدك دبرت تمرميدك ايوه بيدك يا خي لا تميت فيدك مكلب لقيدك ايوه تضحك وتعدل كيف بغيت ايوه وبلد وفي بلد حماك وتمجيدك راسك مرفوع في ذا دليت وذنك واعد حد يفيدك تستعدو أفرك ما سميت وصبحت تقول انه سيدك عاطيتي لي تبليك الحيل لعدوك تحانيه يفيدك وتحب يدي يا خي وتحب يد يا خي قبيل حانيه لين يحب يدك الله 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 اللي بعت الشعب اللي بعت شعبك وشريت بعت الشعب افضل ما قزيت ما انك لاهي تشريه تريد بيدك دبرت تمرميدك بيدك يا خي لا تميت فيدك مو قلب لك قيدك تضحك وتعدل كيف بغيت في بلد حماك وتمجيدك راسك مرفوع في ذا دليت وذنك واعد حد يفيدك ايوه قست عدوك أفرك ما سميت وصبحت تقول انه سيدك عاضيتي لي تبليك الحيل لعدوك تحانيه يفيدك وتحبيه وحانيه قبيلي لين يعود يحب يدك الله الله يا البشير قال لك عن الضعقة هذه ما هي خالقة في الرجال ولا في النساء يا غير بالمني تعود خالقة تعود في شين الصرف باطل واحد قال واحد لك لمنات منات تتكلوا على صرف وبعد راه ما يبيع ولا يشري قال واحد ثاني قال عيب العيب ايوه وشكر المشكور من سنة حياة العصور ايوه وبلا الفاضن عرفت الامور الزينة والشينة فغنيت ايوه واللسنة لعب ذاك الدور في القاف وفي الطلع والبيت وفي حديث الناس المنفور ايوه وإذا قدرت اني دليت دلوي كيف الناس في ذا الصور وشكرت المشكور ومسيت شوي من العيب المحظور أيوة. خالق بل منين استقريت ايوه منين الله الحق حد واسماه طنب من قده وفاول لسنا ما قده والله بعد انا ما قديت نزيد الشكر على الشد وعلى عد وقد الوسيد والعيب على الشكر وعد وما قديت نزيد ووفيد من شكر الناس على قده والله من عيب تليت وجيد ما تركت خيانة الابلاد عيب الحد تلف اللي ريت ولا تركت الانتفاضة زاد شي نشكر به الناس تريد والله اللحح والله اللحح والله اللحح والله اللحح قوع الوقت ما يرحم وبهذا هي تفادوا مع المستمعين وباقي هنا بعد نخطوا بعد انتم ولا معهم قال الوقت ما يرحم هذا المستمعين تفادوا معك للغاية ودمتم وفي لعهد الشهداء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.